طبيب. إن البط يسبح في البركة، إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضرت جورج قاربه اللعبة. لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء، لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. بيبا بيك. سيد ثور عامل النفايات يجمع القمامة. إنه الصباح الباكر، لذا يحاول سيد ثور البقاء هادئاً، لكنه لا يستطيع البقاء هادئاً. بيبا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. بيبا بيك. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعاً. أهلاً يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار، أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. بيبا بيك. البرك الصخرية. بيبا وجورج سيذهبان إلى الشاطئ مع جراني بيج وجرانبا بيج. بيبا وجورج يحبان الشاطئ. أين ذهبت الرمال؟ لا توجد رمال على هذا الشاطئ يا بيبا. لا رمال، لكننا أردنا بناء قلاع رملية. بيبا وجورج يحبان بناء قلاع رملية. اهدأ يا جورج، لا تبكي. هناك أشياء ممتعة على هذا الشاطئ الصخري. مثل ماذا؟ عندما تبتعد الأمواج تطرق خلفها بركة ماء صغيرة بين الصخور، إنها تدعى البركة الصخرية. وفي كل بركة صخرية هناك شيء مميز يطرقه البحر. أنا أرى شيئاً لامعاً. إنها عملة. واو، ربما تكون هذه العملة من كنز القراصنة. لنقم بجمع كل الأشياء التي سنجدها. أجل، وسنضعها في دلو جورج. بيبا بيك. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي، أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟
الأخبار، الرياضة، الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا بالطبع. يصنع دادي بيج قوارب ورقية للجميع. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفطور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. أوه حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. بيبا بيج. لنتسابق. إنها فكرة جيدة، شهيق وزفير ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفسا عميقا. استعدوا، اثبتوا، انفخوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. أحب القوارب لكنني أفضل القوارب الورقية. بيبا بيج. أي مفاجأة تنتظرنا في هذه البركة؟ لا يوجد بها أي شيء مميز. هناك شيء دوما يا بيبا، انظري بإمعان. لقد وجدت شيئا. أجل، إنه سلطعون. السلطعون يقرص إصبع جرامبا بيج. واوش، سلطعون سيء. انظر يا جورج، السيد سلطعون يمشي جانبيا. يتظاهر جورج بأنه سلطعون. تريد بيبا أن تكون سلطعونا. نحن سلطعونان. أقرص أقرص أقرص. أقرص أقرص أقرص. ساعدوني، هناك شقيان يريدان قرصي. ابتعدا. أقرص أقرص أقرص. نحن سلطعونان. أقرص أقرص أقرص. هيا 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 أيها الشقيان، عودا إلى بركتكما. أجل، لنتفقد بركا صخرية. ماذا ترين؟ أرى صدفة. أيمكنك سماع البحر؟ ماذا تقصدين؟ إن وضعت صدفة على أذنك ستسمعين البحر. واو، يمكنني سماع البحر. بيبا بيج. مامي بيج معها الزجاجات، بيبا معها علب الصفيح، وجورج معه الصحف. هل الجميع مستعد؟ أجل دادي بيج. إذن فلنذهب جميعاً. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. علب صفيح، زجاجات، صحف ورقية. إعادة تدوير، سنعيد التدوير.
هذا مركز إعادة التدوير. وصلنا. مرحبا بكم. أهلا أنسة أرنبة، أجئتم لتقوموا بإعادة التدوير؟ سنفعل. هذا رائع، استمروا. ما الذي تفعله الآنسة أرنبة؟ تعيد تدوير كل السيارات القديمة الصادئة. رائع. في أي صندوق نضع الزجاجات؟ الصندوق الأخضر. صحيح. والعلب في الصندوق الأزرق. أحسنت يا بيبا. يريد جورج إعادة تدوير الصحف. حسناً يا جورج، يمكنك وضع الصحف. هيا، اكتفينا من إعادة التدوير اليوم. أجل، هيا لنعد. بيبا بيك، أنا أحب صدفتي جداً. جورج، أيمكنك إيجاد صدفة؟ صدفة، هذه ليست صدفة. بيبا محقة، هذه ليست صدفة، لقد وجد جورج حفرية. ما هي الحفرية؟ الحفرية هي ما يتبقى من الحيوان الذي عاش قديما عندما كان هناك ديناصورات. البرك الصخرية ممتعة. أجل، إنها ممتعة لنا، لكن ليس للسمكة الصغيرة. سمكة؟ أين؟ إنها مسكينة، فهي محتجزة. السمكة الصغيرة تقول إنها تريد العودة للبحر. ربما يمكنك استخدام وعائك لإنقاذها. أجل. تنقذ بيبا السمكة الصغيرة بوعائها. لا تقلقي سيدة سمكة، ستعودين قريباً لأصدقائك. وداعاً سيدة سمكة. وداعاً. أنا أحب برك الصخور. بيبا بيك. أين ذهبت سيارتنا؟ لقد اختفت سيارة بيبا. تراجعوا. تعيد الأنسة أرنبة تدوير سيارة بيبا. توقفي، هذه سيارتنا. ماذا؟ أهذا صحيح؟ أجل، إن سيارتنا ليست قديمة وصادئة. غلطتي، أنا أحب إعادة التدوير. أجل، ونحن أيضاً، لكننا نحب سيارتنا الصغيرة. أجل، وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ بيبا بيك.